كارلوس، يقال انه لو كان معك مصاري، يعني لو كنت بتملك مصاري او كان معك مصاري بس ما كنت حابب تدفع، لو دفعت بديو المشاهير كنت انت طلعت الاول؟ شو بدي ادفع؟ تدفع يعني عم بقبض كانوا عم بس ما انت قبضتهم ورحت تبرعت فيهم. ما كنت عم بدفع لانه بمحل معين كان في تشكيك بتصويت الجمهور وقالوا انه اللي بيدفع هو اللي بيربح. مزبوط؟ ما بعرف شو بيقول. رجعت ندمت لانك ما دفعت وطلعت الاول. اعوذ بالله، ما ندمت للحظه على ولا اي تكه بحياتي كلها، وفخور جدا بالنتيجه اللي عملتها بسليبرتي دواتس. هي هن قالوا وفخور جدا انه وصلنا انا وماجي يعني للفينال، وفخور انه ماجي ربحت ورجعنا عملنا مسلسل توجنا فيه نجاحنا بسليبرتي دواتس، عملنا ديول غرام. بالعكس مش ندمان ابدا وكثير راضي، والمرحله بتبلش من بعد. يعني انا برايي التحدي ببلش من بعد كل عمل، يعني بتعمل شغله بتنجح فيها، هلا بلش التحدي تبعك. انت راضي عن النتيجه اللي وصلت لها وعم تنفي اللي انا عم بقوله؟ أكيد. ولا ما بدك تعلق على الموضوع؟ لا اكيد عم بنفي اللي انت عم بتقوله، واساسا لو فكرت ادفع ما معي ادفع. ما معك؟ ماشي يعني بدفع على غير شيء، يعني شغلات لهم عليها. شكله كان المبلغ مرتب يعني او كبير. اي مبلغ؟ مبلغ اللي بدك تدفعه لتاخذ ال ما برجع بقول لك ما معي خبر شيء اللي انت عم بتقوله، برجع بقول لك ما في دفع، بس انه افترض فرضا يعني كان في دفع ما معي ادفع. نعم. بس انه مش مزبوط هذا الشيء، لا كان في تصويت وبالتصويت طلعت ناجي اولي وانا ثاني وخلص الموضوع. خلينا نحكي عن هذه التجربه بشق الابيض والايجابي، كان لهم كان لها الفضل عليك بانه يرجع ينسجوا صوره جديده كمغني لإلك؟ يعني قدموا لك فرصة لتطل فيها عبر الناس، يعني سليبرتي دواتس دي المشاهير عم بقول. أكيد أكيد، لأنه أنا قبل سليبرتي دواتس كنت صراحة بلشت أنسى الموضوع. يعني بلشت أنسى قديش أنا تعلمت موسيقى وكونسرفاتوار وجامعة الكاسليك وإلى آخره، وهو الأخبار بلشت كنت حطهم يعني أنه خلص أنا مكمل بس كممثل، على الرغم من أنه في كثير من الزملاء يقولوا لي يا خي طب ما أنت وقت نكون مع بعض وبتغني بالسهرات وكذا، ليش بعدك بس ممثل؟ ليش ما بتكمل؟ انا كنت ناسيها. نعم. سليبرتي دواتس مشكورين جدا، يعني توني قهوجي ورولا سعد، ودائما مثل ما اتفقنا انه مع حفظ الالقاب للجميع من هلا لاخر الحلقه. نعم. فقدموا لي هذه الفرصه اللي رجعت اعطيتني الثقه، ومن بعد هذا البرنامج وخلال البرنامج بلشت تجي الكونترايات، ومشان هيك اسسنا شركه سيدر ستارز نرجع نحكي عنها بعدين. مزبوط، بالشراكه مع توني ابي كرام. صحيح. وصديقنا كمان استاذ جورج حداد. مزبوط. اليوم فينا نقول انه والدك الفنان الكبير لم يعتزل الفن، وانت منك وريث عنه الارث الفني بالغناء، ولكن حابب تكمل المسيره وتحفظ الارشيف، وحابب تكون علامه بارزه في ظل مجال وسخ. مجال وسخ؟ شو يعني؟ نو كارلوس عزار. ايه؟ ابن الفنان الكبير جوزيف عزار. ايه؟ حابب يكون فنان كعلامة بارزة، بيختلف عن كثير اشياء موجودة على الساحة الفنية. لحظة شوي، خلينا نتفق على كم شغلة. أول شيء الشخص اللي بيكون موجود بمطرح، المطرح اللي حواليه لهذا الشخص هو بيخلقه. يعني إذا بدي أجي أقول مجال وسخ معناتها أنا مثله. برافو. هيدي خلينا نتفق عليها، المجال منه وسخ. بس الوسخ موجود ونظيف موجود. يا بتروح هون يا بتروح هون. انت لوين رحت؟ انا رحت لهون. حلو. انا رحت عن ضيف. بس ما لي حق انا اجي اقول مجال وسخ، عيب علي اذا بقول هالحقيقه هالحكي، او وسط بيطلعوا بيقولوا الوسط الفني مش نضيف. طب ما انت بالوسط الفني يعني. انت يعني مش نضيف. ما عليكم بالحق تلمونا اذا سالنا هذا السؤال، لانه في انا ما نمتك، بس انا عم بقولوا هيك. يقولوا هيك، برافو عليهم، بس يفكروا بابعادها هذه الجمله. مشكلتك انه العالم تحكي بس ما تفكر شو عم تحكي. يعني بيحكوا على صف حكي، شو معناتها؟ ما انت واحد موجود بهذا الوسط. طيب مش معناتها انه الوسط كله وسخ، لا يا خي، الوسط فيه الوسخ وفيه نضيفه، طول عمره كان هيك. ايه بس ايام بي كانوا كلهم يعني ملايكه؟ لا، كان في عالم ما بتسوى وكان في عالم تسوى، بي اختار العالم اللي بتسوى وكمل معهم وما زالوا مستمر لهلا. بس مش هالقد كانوا يعني. مش هالقد لانه ما كانوا هالقد الكميه كبيره.
ما كانت كميه كبيره مشانك، ما كان في حرب هالقد على يعني، ما كان في مثلا قبل كانت تجيك ضربه من محل واحد، هلا بصير تطلع مش عارف منين بدك تجيك الضربه يعني. عرفت كيف؟ بس طيب. انا اللي بدي اقوله انه مش معناتها انه هذا الوسط وسخ، لا، في هيك وفي هيك، انت بتختار. طيب بس خلينا نقول انه اللي بيختار الخط النظيف ما بيمشي حاله قد اللي بيختار الخط الوسخ، وهيدي اذا بدك مش بس موجوده بالمجال الفني او بمجال الغناء والتمثيل. شو موجوده شو يعني ما بيمشي حاله؟ يعني ما بيطلع مصاري كثير، ما بيطلع مصاري كثير، ما بياخذ فرص كثير، وما بينشهر. خليني اقول لك شغله، اذا بدها تكون المصاري من المطارح المنا منيحه 60 سنه و70 يوم، والشهره الشهرة موجودة الحمد لله، كتر خير الله، إلي 13 سنة ماشي ومشهور وماشي حالي وكتر خير الله، ما رحت على مطارح. والعروض؟ العروض بتجي. شو هلا يعني؟ لا انه هلا صرنا كانه عم نحط نحن انه يا بدك تمشي بمحل مش منيح ويجيك عروض وفرص وشهرة ومصاري، يا بتروح على المحل المنيح وبتتعتر. مش مزبوط. مش بتتعتر، بتتعذب لتوصل. يا خي اذا بده يكون الواحد انه يوصل عبر طريق منا منيحه، عمره ما تكون بلاها من اساسها. يعني صحيح ما يقال انه هناك كثير من الاغراءات والتنازلات اللي تعرضت لها رفضتها. اكيد في. انا صراحه ما تعرضت لها كثير، لا ليش تكذب عليك يعني، بس انه بعرف اشخاص تعرضوا لها. ايه كان في اغراءات مشبوهه اكيد. تعرضت لها انت؟ ايه طبيعي. مثل شو؟ يعني اغراءات، انه يعني في كثير شغلات تتعرض لها، انه اذا هيك بيطلع لك هيك، واذا مش هيك بيطلع لك هيك وكذا. دائما بتكون الاغراءات مرتبطه بالامور الجنسيه برايك؟ في اذا نحن عم نحكي بهذا السياق، باغلبيه الاحيان. باغلبيه الاحيان الواحد لازم كيف يتعاطى مع هيك موضوعين؟ انت انصدمت ولا كنت متوقع ولا شو؟ مثل ما انا بتعاطى معه بطريقتي الخاصة. كيف؟ هيك ويلا بتكون شيء وبفل. خلصت، مش على قد عيني يعني. ما حدا لقطني من ايدي يعني. ما عندك حل ثاني او ما عندك ردة فعل ثاني؟ لا انا كثير منيح مع العالم يعني، بس انه بس حس هيك في حدا بلش يتخطى، لانه انا بيعرفوني قديش جالس. فاللي بده يتخطى حدوده معي بيبقى عم يتخطاه بطريقة كثير ذكية، بس انا هاي الطريقة كثير ذكية بعرفها كمان، فبمرق له اياها بطريقة اذكى وبنسحب من الموضوع وخلصت. طيب خلينا نحكي بس بهالفقرة، ما زال ماشيين بالأمور المرتبطة بالغناء و يعني مطرب حتكفي مسيرتك بهذا المجال، وإن مثل ما قلنا بالمقدمة حلمت أو كنت عم تسعى أنك تكون ممثل ومطرب أو مغني معا، فكان لك ما تريد. اليوم عندك فيديو كليب عم نشوفه، أيضا عم تحضر لأعمال جديدة، وبتقول انه لن اطلق التمثيل ولن اتزوج ابدا الدهر الغناء، رح تشتغل على الموضوع، على الموضوعين سويا. بتجوزهم لبعضهم. كيف؟ مثل ما عملت بديو. بتجوزهم لبعضهم واخذهم انا. مثل ما عملت بديو. لا لاقول لك ليش، انه انا هاي حياتي، هدول الشغلات اللي وعيت عليهم وربيت عليهم، وهول الشغلات اللي بتنفسهم بكل بساطه. يعني انا بقوم عم غني، بنام عم غني، شغلي بالتمثيل وبالسينما نعم. وهي حياتي، هذا الدم اللي بيمشي بالعروق. فما فيني طلق حدا، ما فيني طلق شيء على حساب شيء ثاني. نعم. وما رح اعملها يعني، على الرغم من انه بفتره من فترات صاروا يقولوا انه انا وقفت تمثيل. ما وقفت تمثيل، هيك كان طالع بيطلع، مش صار طالع كثير اشياء بالحلقه يعني. انت مين اكثر عم تحس انه عم بيجذب لك او عم بياخذ لك وقتك؟ يعني بنعرفك انه انت بتنظم اعمالك، وقتك منظم، وبتشتغل انك ما حدا ياخذ من درب الثاني، بس بصراحه يعني مين اكثر عم بيشدك هيك تجاهه؟ يعني لانه بنعرف انه الغنى مع الاطلاله والجماهير والعروض المباشره وهيك يمكن بتحسس الواحد من جوا بفرحه انه انا حققت هدفي، انه لازم اعطي هذا المجال او هذا الاختصاص اكثر واتعب عليه اكثر. لا الهدفين بيعطوك هيدي هيك الساتيسفاكسيون بيرسونال يعني، كمان لما تعمل عمل ناجح وتمشي بالشارع وكل العالم تجي تهنيك عليه، كمان هذا الشيء نفسه لما تكون انت واقف على مسرح والعالم كله عم تسمع يعني، اثنيناتهم بالنسبه لي بيعطوني نفس هيك نفس الهوى اللي بيخليني اكمل. اوكي، ما في شيء على حساب شيء ثاني. اعمالك الجديده المرتبطه بالادوار التمثيليه، انت اليوم عم تقول انه اكثر من نص او اكثر من عمل انعرضوا عليك، وعم تختار الانسب لك. كيف يعني الانسب؟ من اي ناحيه؟ من كل النواحي. يعني الكرسي لها اربع اجرين، شيل وحده شو بصير؟ بدك توقع 100%. ففي كذا اجر لهذا الموضوع يعني، في هالقاعده بتثبت على كذا مطرح،
يعني بدي انا لما اطلع بنص بده يكون النص منيح وحبكته ولوازمه، بده يكون المخرج مناسب لهذا النوع، بدها تكون طريقه الانتاج منيحه. طريقه الانتاج هون بقصد فيها تنفيذ وبقصد فيها اتعاب. نعم. فمنشان هيك بدرسهم من كل النواحي، يعني اذا في ناحيه منا كثير ظابطه كارلوس، اي دور انت اليوم تطمح له بتعتبر انه هو، لانه تعودنا انه الممثلين صاروا بيختاروا الادوار اللي بتستفزهم او اللي هي بتخلق لهم كاركتر جديد قدام المشاهد، اي شخصيه بتطمح انك انت تلعبها؟ لا، ما عندي هيدي النظره، يعني ما بقول مثلا انه في شخصيه واحد كذا 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 على بالي العبها. انا شخص الشخصيه اللي بتنعطاني بجرب اقلبها، يعني بجرب هيك بهرها وملحها واعمل لها شغلات ما تكون بتشبه الشغلات اللي قبلها، يعني بجرب قد ما فيها، لما بعرف اذا عم تزبط معي، يعني يمكن عم تزبط يمكن ما عم تزبط، بس انه على الاقل انا هذا اللي بجرب اعمله، يعني هذا الورشه اللي بيني وبين حالي بضل اشتغل عليها، هذا الشيء اللي بجرب ما في أعمله. ادوار يعني بتنيشن عليها بتحس انه هاي التجربه لازم خوضها لاطلع بصوره جديده؟ ايه، كيف بنيشن عليها؟ لما يوصل على ايدي هذا، يعني اذا بوصل على ايدي النص طلعت لقيت انه شو النص اللي حابب يوصلك؟ يعني ما عم اقول لك، ما في شيء معين، يعني ما في شيء معين. بتعرف لما واحد بيعيط له شيء، يعني انا الناس بس يوصل لعندي وبلش اقرا يا بيعيط لي يا بيقول لي ليك ما تضيع وقتك. هيك احساس داخلي، بس انه الشيء اللي بقول لك اياه انه بجرب قد ما فيي ما يكون هذا الشغل مثل شغل معمول من قبل. بجرب فتش على شيء جديد. كان لافت يعني ما كنت تشارك بادوار لها علاقه، مثلا خلينا نحكي عن حقب تاريخيه مر فيها لبنان، يعني ما شفناك مثلا لا بالجزء الاول بالغلبون ولا بالجزء الثاني. لا، هذا لانه مش لانه ما شفتوني، لانه وقت انعرض علي الغالبون ان كان بجزءه الاول ولا بالثاني، ثاقبت بهذه الفتره كنت عم صور اجيال الجزء الاول وكاش فلو في من السينما، كنت عم صورهم مع بعضهم، فكان من المستحيل انه اخذ بعد شغل معهم. يعني بس هيدا السبب الحقيقي؟ صحيح، ما في اسباب ثانيه. لا، بموضوع الغالبون بالتحديد الجزء الاول والجزء الثاني كان الوقت هو ضدي. بحكي هلا بغير مواضيع. ما بعرف حسب شو السؤال، يعني حسب شو. في اوقات مسلسلات برفضهم لانه بيكونوا ما بدهم يدفعوا مثل الخلق، يعني شفت قديش صريح انا معك، ما بدهم يدفعوا مثل الخلق. بس اللي بيفاجئك مين بيرجع بياخذ هالادوار، هون الصدمه الكبيره. مين اللي بيحاول يعني ياخذ دور انت رفضته بس ليقهرك مثلا او ليستفزك؟ لا، ينتبه، مش دائما نروح على النيه العاطله، يعني مش عم ياخذ هو الدور تيقهرني ويستفزني، يمكن عم ياخذ دور لانه بحاجه له. بس انه انا بيني وبين حالي عم تكسرها وتجبرها يعني هلا. شو هي؟ القصة هلا إلي ساعة ومدري قد ايه بحكي انا وياك، انا شخص بيجبر وبيكسر. بقول لك اياهم مثل ما هن، برجع بقول لك انه ما حدا بياخذ دور يوم كرمال يقهر واحد ثاني، بياخذ دور لظروف معينة، بس اللي انت بيقهرك انه ما عم نقدر نحافظ على المستوى اللي لازم نحافظ عليه. هذا اللي بيزعج. يعني انت كنت بتحب تشارك بمسلسل الغالبون سواء بالاول او بالثاني؟ لانه ايه، مسلسل كثير حلو مع انه ما تابعته. اي يعني اي جزء احضرت، الاول ولا الثاني؟ الاول تابعت تفاصيل اكثر منه، يعني شفت اكثر من الثاني. الثاني ما شفته كثير صراحه، اقول لك يعني بصريح العباره، يعني حبيت الاول اكثر من الثاني. لانه بالاول بكون عم بحضر باب ادريس، ووقت تكون عم ينعرض الجزء الثاني تبع الغالبون بدي اكون عم بحضر ديو الغرام، هو مسلسلين انا مشارك فيهم، فاكيد الاولويه. ايه، وبالاعادات يعني انا شخص ما بحضر كثير تلفزيون، يعني اذا حضرت تلفزيون بروح على الرياضه اكثر، فمشان هيك ما كثير تابعت شغلات، بشوف هيك مشاهد بلوكات. يعني بتحب تشارك بمسلسلات تاريخيه او مسلسلات بتحكي عن سيره ذاتيه؟ حسب يعني ما بعلي بالشغلات انه على بالي شارك مسلسل تاريخي. طيب شو هو المسلسل التاريخي؟ شو الدور؟ عن شو بيحكي؟ شو بيعمل؟ التفاصيل، انا بروح على التفاصيل ما بروح على القالب. انه اي مسلسل تاريخي يلا مشارك فيه، شو وين رايح؟ روق طول بالك، ما شو الدور؟ بتحب تجسد شخصيه براسك؟ ايه، في هيك هيدا. ايه يعني مثلا انا على بالي العب شخصيه محمد عبد الوهاب، ويمكن تضل على بالي من هلا تصير عمري 80 سنه اذا عشتهم. حلو، بتحس حالك تقدر تجسد هالشخصية؟ ايه، بحبها لأنه هذا الشخص ببعض المطاري علمني غني، يعني بدون ما هو يعرف، مش انه قعدت انا وياه على متأثرت فيه. ايه، كستاته علموني غني،
عم تسمع في حدا بالكواليس عم بيحضر سيرة ذاتية لمحمد عبد الوهاب؟ لا ما كثير انا بتابع هالاخبار يعني. بس انه عبالك كل شيء له علاقة بالاخبار انا حياتي مش كثير ما كثير بقرب عليه. ما بتقرب على الاخبار وما يجري ما قبل الخبرية وما بعد الخبرية؟ لا كل شيء له علاقة بهاو الاخبار هيك يعني واحد خبر الثاني واحد قال لي وقلت له في قال لي وقلت له بقرب عليها بس بحالة وحدة إذا كانت غنية لفريد الأطرش. كيف؟ بس أنا قال لي وقلت له هي الحالة الوحيدة يعني. حلو. خلينا نحكي شوي هيك بالجانب شوي المرتبط بالأمور الشخصية الخاصة فيك، مع أنه بحسب كل اللي قريته عنك يعني ما بحكي ما بتحكي بحياتك الشخصية لأنه اسمها حياة شخصية. ما هي اسمها منها وفيها جاي راكب باكج يعني. بس نحن معودين انه على الببليك فيجر او المشهورين برا بيحكوا كثير عن حياتهم الشخصيه وبيعتبروا هذه الامور لازم تقدم الى الجمهور برا. ما هن لو قادرين يفوتوا لجوا كانوا فاتوا لجوا، خليهم برا. فالسؤال اللي بيطرح نفسه، هل انت مغروم؟ صحيح. من من او بمن؟ لا هيك صرت كثير عم تتدخل. لا ليك خلينا نحكي الشغلات يعني بالعموم قد ما بدك يعني، لانه برجع بقول لك انه لا على الاقل انا عندي يعني شيء هون ورقه اللي بيبقى لإلي هو حياتي الشخصيه، ما كل شيء انا عم بعمله للعالم تشوفه وللعالم يعني بجرب انه العالم تحبه قد ما فيه. طيب. بس حياتي الشخصيه هيدي لإلي يعني ما تقشطوني اياها، ما بتحكي فيها حرام الطفوله يعني. لا لانه هون مثلا كان في شيء لفتني جملة كثير حلوه يعني ممكن تفتح لي باب انه اسال السؤال بالاسماء انه ليش عندك لذه الاسماء؟ ما عم بفهم لذه الاسماء. ايه بتحب كثير هيك تقول اسماء يعني. لا انه انا بحب الحوار يكون هيك واضح، ما هو واضح بدك اوضح من هيك، بس خليه يكون فكره اكثر ما هو. طيب. وكان عزار قد انتهى في الفترة الأخيرة من تصوير كليب أغنياته الجديدة يا مجنونة تحت إدارة المخرجة ليال راشحة ومشاركة الممثلة جوال داغر، واعتبروا أنه جوال داغر هي الحبيبة في الفيديو كليب كما الحبيبة في الواقع، هل صحيح الشيء؟ مين اعتبر هذا الشيء؟ اللي مكتوب هون. هذا موقع ما بعرف اي خبر عاجل اذا ماني غلطان. مزبوط شيك. شو خبر عاجل اطلقوا زكريا مزبوط انه انت مغرم بالممثل جوال داغر، وليش اذا هيك ليش ما بتعلنوا الخبر يعني وعادي مثل ما بيعملوا كثير زملاء لكم كممثلين وكفنانين؟